استقبل الرئيس السيسي بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. في اليوم الثاني من فعاليات منتدى شباب العالم وعلى هامش المنتدى، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شدد من جانبه على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة السيد الرئيس ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وكذا جهود إعادة إعمار قطاع غزة.